بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم. يتم زراعة الجوارانا بشكل رئيسي في البرازيل وفي بعض الدول الأخرى في أمريكا الجنوبية مثل فنزويلا وكولومبيا وبيرو، وتتطلب زراعة الجوارانا ظروفا خاصة للنمو والازدهار، حيث يفضل زراعتها في التربة الغنية بالمواد الغذائية والرطوبة العالية والمناخ الحار والرطب. شجرة الجوارانا هي شجرة تنمو في المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، وتعتبر شجرة مهمة جدا في الصناعات الغذائية والدوائية. لزراعة شجرة الجوارانا يمكن اتباع الخطوات التالية: اختيار المكان المناسب، يجب اختيار موقع مشمس وجاف، ويجب أن تكون التربة جيدة التصريف. إعداد التربة: يجب حفر حفرة كبيرة في التربة وملئها بالتربة الخصبة والرملية. زراعة البذور: يجب وضع بذور الجوارانا في التربة وتغطيتها بالتربة الخصبة والرملية. يمكن زراعة البذور في الربيع أو الصيف. يجب ري الشجرة بانتظام حتى تنمو جذورها وتنمو الشجرة. يجب تقليم الشجرة بانتظام وإزالة الأوراق والفروع الزائدة. تحتاج شجرة الجوارانا إلى فترة نمو تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى تصل إلى مرحلة النضج وتبدأ في إنتاج الثمار. يتم الحصول على ثمار الجوارانا من الشجرة عندما تصبح ناضجة وجاهزة للحصاد. يتم ذلك عن طريق قطع الثمار من الشجرة وإزالة البذور من داخل الثمرة، ثم يتم تجفيف البذور وطحنها إلى مسحوق الجوارانا الذي يستخدم في صناعة المشروبات والأغذية والمكملات الغذائية. يجب الانتباه إلى أن شجرة الجوارانا تحتاج إلى العناية المناسبة والرعاية الجيدة للحصول على ثمار جيدة وصحية. كما يجب الانتباه إلى أن زراعة الجوارانا قد تتطلب مهارات خاصة وخبرة في زراعة الأشجار الاستوائية. تعد الجوارانا مهمة في الحياة اليومية للكثير من الأشخاص حول العالم، حيث تستخدم في صناعة المشروبات الطاقية والمنبهة والمكملات الغذائية، كما أنها تستخدم في بعض الأحيان في الطب البديل لتحسين الطاقة والتركيز والذاكرة والأداء العقلي. ويتميز مستخلص الجوارانا بارتفاع نسبة الكافيين فيه، حيث يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين من القهوة والشاي، مما يجعلها خيارا شائعا للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة الطاقة والتركيز في اليوم.